عايزين نعرف برضو صحة الأحاديث الثابتة في فضل رمضان والعبادة، لأن في أحاديث إن الفرض ب70 فريضة وال... لا يصح. نعم، الفريضة فيه تعدل، النافلة فيه تعدل الفريضة فيما سواه، والفريضة تعدل 50 فريضة فيما سواه، لا يصح. طب معلش يا مولانا، عايزين نعرف الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل العبادة في رمضان أو في فضل الشهر الموضوع الكريم. طويل شوية، لا يتسع له المقام. ماشي يا مولانا.